ضيفي في الاستوديو الاستاذ فيصل جمول عضو مجلس الشعب. اهلا ومرحبا فيك استاذ فيصل. اهلا استاذ نزار. اهلا وسهلا. اهلا فيك. واقع صعب جدا الذي نعيشه، يعني باستثناء المعنويات العاليه لدى المواطنين السوريين رغم حالات الخوف، في مشكله. اليوم حركه البناء الوطني، حركه من الناشطين الاجتماعيين والناشطين في المجال الفكري والثقافي، اطلقوا صيحه او تساؤل: لماذا لم تعلن سوريا نفسها دوله منكوبه؟ انه يقولون اكثر من هذا، من كارثه كهذه، بمعنى انك انت عندك كارثه ما انك ادران تتفاعل معها، بمعنى انها هي اكبر من قدرتك، فاذا انت يجب ان تعلن نفسك دوله منكوبه. نعم. اول شيء يسعد مساك ومسا الساده المشاهدين، وترحم على الشهداء واطلب الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. ونكبه وكارثه كبيره وقعت في سوريا ووقع فيها الشعب السوري. لا شك أن نحن منكوبين ودولة فيها كارثة إنسانية حقيقية والعالم يشاهد ذلك، لكن في هناك إجراءات قانونية، في هناك تشريعات تحكم هذه المسائل، الحكومة تتابعها والحكومة منذ اللحظة الأولى تتابع الإجراءات، وهي الأقدر على هذا الموضوع، على إعلان منطقة منكوبة أو غير منكوبة. هذا الموضوع يخضع لإجراءات وقوانين، والحكومة السورية تتخذ كل الإجراءات والقوانين والجولات التي تقوم بها، ففي الوقت المناسب ترى الدولة ما هو المطلوب وتعلن عن ذلك. ولكن كل العالم يعرف أننا منطقة منكوبة، منطقة تعرضت لكارثة إنسانية في المحافظات الثلاث: حلب واللاذقية وحماة. العالم يقف عاجزا، تتحدث عن قانون قيصر وكأنه قانون صادر عن هيئة الأمم المتحدة. قانون قيصر ليس قانون صادر عن، هو قانون أحادي الجانب، لم يصدر عن هيئة الأمم المتحدة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هيئة الأمم المتحدة مسروقة من أمريكا والدول الغربية، وهي لا تقوم بدورها تجاه الدول في هذه الكوارث، مع أن قرارات الجمعية العمومية أكدت على أنه لا يجوز تسييس الإعانات في حالة الكوارث والمصائب التي تصيب الدول، إلا أنه ما زال الملف السوري يسيس. أبناء شعبنا لا يجدون الآن من يقفل جنبهم سوى بعض الدول الشقيقة من الأخوة العرب، الذي نتمنى أن يكون فعلا العرب أشقاء حقيقيين وأن يسارعوا إلى نجدة الشعب السوري في هذه المحنة. سوريا التي لم تقصر مع أحد من العرب، سوريا التي شعبها كان عبر التاريخ يفتح باب اللاجئين وبيوته للاجئين ولمن تقع بإخوة الكويتيين. عندما حصلت أحداث العراق فتحت بيوت السوريين كلهم لاستقبال الإخوة الكويتيين. الموقف الكويتي نتمنى أن يكون هناك يعني موقف حقيقي وإعلان عن أن يكونوا أشقاء حقيقيين. موقف الأخوة العرب في دول الخليج، البعض كان أدى دوره على أكمل وجه والبعض ما زال خجولا في، يعني عمان جسر جوي اليوم من عمان. مشكورة إمارات وعمان والعراق والجزائر التي ترفع لهم القبعة منذ اللحظة الأولى. أخوة الجزائريين والأخوة العراقيين وتونس، كل الدول العربية التي بدأت بالانطلاق إلى سوريا. طبعا نعتب على الأشقاء لأننا مجروحون كثيرا، والشعب السوري جرح والشعب السوري ظلم. هذا الشعب الذي لا يستحق ما وصل إليه. كل من تداعى من أجل الإنسانية ومن أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن الشعب السوري، أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ الآن الشعب السوري منكوب نكبة حقيقية، نكبة طبيعية وكارثة طبيعية. نعم. أين هم من سوريا وأين هم من مساعدات إلى الشعب السوري؟ لكن أقول أن الشعب السوري في هذه الأزمة ترفع لهم القبعة، ترفع للشعب السوري والمجتمع الأهلي القبعة. ما شهدناه من إخوة سوريين ومن أبنائنا السوريين في كل الأماكن هو شيء مشرف، حقيقة شيء مشرف وشيء يجب أن ينحني أمام هذا الشعب العظيم. نحن البارحة عقد اجتماع في محافظة ريف دمشق مع الأهالي ومع الفعاليات، فكان حملة تبرعات صحية، حملة تبرعات. نعم. وفي نص ساعة تبرع الفعاليات في ريف دمشق بأربعة مليون ونص نقدا، أربعة مليار ونص نقدا تقريبا. نعم. ومليارين مواد عينية لصالح الإخوة المنكوبين، وأرسل أحد الأشخاص 50 آلية في شحمة في السوق الحرة إلى المناطق المنكوبة لإغاثة أهلنا وناسنا هناك. حقيقة الإخوة السوريين في كل المغترب يبحثون عن سبل إيصال التبرعات،
إلى أبنائهم، إلى أخوتهم في سوريا. حقيقة موقف كان مشرف من المجتمع الأهلي، لكن المجتمع الأهلي لا يكفي، نحن بحاجة إلى مساعدات خارجية ومساعدات دولية، لأن الآلات في سوريا لا تكفي. آلاتنا دمرها الحرب، دمرتها حرب 12 سنة، دمرت الآليات والآليات الثقيلة التي ممكن أن تستخدم في مثل هذه الحالات. ليس لدى سوريا الآن ما يكفي من الآلات ومن المعدات ومن المواد الطبية لهذا الشعب المنكوب. نناشد كل الدول وكل أحرار العالم أن يقفوا إلى جانب سوريا في محنتهم. نطالب كل الأحرار في العالم أن يطالبوا في الخارج برفع الحصار الجائر عن سوريا، رفع الحصار الذي ليس هو قرار أممي، هو قرار أحادي الجانب، تلتزم الدول به تحت المظلة الأمريكية، الدولة المارقة على القانون الدولي والمارقة على الأخلاق الدولية والمارقة على الإنسانية هي، ودول أوروبا التي تدعي حقوق الإنسان وأتوا لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان. هم لم يدافعوا في يوم عن حقوق الإنسان، هم يدافعوا عن من يقف ضد أمريكا. سوريا كانت الوحيدة التي تقف في هذا المجال، والشعب السوري ضد أمريكا، وهي تدفع ثمن هذا الوقوف، وهي دافعت عن القومية العربية وعن العرب مجتمعين وعن الإنسانية جمعاء. سوريا دفعت ثمن دفاع ضد الإرهاب وقاتلت الإرهاب، دافعت عن الإنسانية مجتمعة. على العالم أن يكون إلى جانب الشعب السوري وإلى جانب سوريا في محنته، وعلى من كان تسود أعينه غشاوة عما كان يجري في سوريا أن نزيل هذه الغشاوة عن يزيل هذه الغشاوة عن أعينه، ويعرف أن المقصود هو تدمير سوريا وتدمير الشعب السوري. دمرت كل البنية التحتية لسوريا، دمر كل شيء ممكن سبل الحياة للشعب السوري. لو استطاعوا قطع الهواء عن الشعب السوري قطعوه. سوريا الآن في محنة، الشعب السوري الآن في محنة، الشعب يناشد كل العالم أن يقف إلى جانبه، لأنه اللي عم بصير اليوم شيء مبكي، شيء محزن. نعم. كل إنسان يمتلك ذرة إنسانية يجب أن يكون إلى جانب الشعب السوري وإلى جانب سوريا في محنته. نعم. نتحدث عن نقابة المحامين، وحضرتك عضو النقابة المركزية للمحامين السوريين. أول خطوة اتخذتها نقابة المحامين أنه كان هناك دفع من صندوق النقابة، نعم، مبالغ مالية موزعة على المحافظات الثلاث التي تضررت بشكل كبير. نعم. وبالتالي هذه خطوة مشهودة، يعني كانت سباقة نقابة المحامين بالمجتمع الأهلي كله بسوريا. نعم. نحن منذ اللحظة الأولى باليوم 2 صباحا، أول يوم صباحا حصلت النكبة والكارثة، كان النقيب وأعضاء بعض أعضاء مجلس النقابة المتواجدين، مباشرة أخذنا قرار بإرسال معونة فورية بمقدار 50 مليون للمحافظات، وزعت 20 لاذقية، 20 حلب و10 لحما. 50 ولا 75؟ 50 مليون باللحظة الأولى. نعم. فتحنا باب التبرعات الشخصية من زملائنا المحامين المقتدرين والذي يعني يريدون أن يتبرعوا بشكل شخصي، وفتحت باب التبرعات، وأيضا فتحت باب التبرعات في كل الفروع، وجهنا كل الفروع بأن يفتحوا باب التبرعات وأن ترسل فروع من صناديقة إلى العمل الإغاثي لصالح المحافظات المنكوبة، وإن شاء الله المبالغ يعني ما فيني صرح عنها، لكن ستكون مبالغ تزيد عن المليارات من صندوق النقابة ومن أخوتنا المحامين في الفروع. وهذا الموضوع يجري بشكل يومي، وزملائنا المحامين مندفعين دون أي يعني أن يدفعهم أحد، هم مندفعين من ذاتهم للتبرع لإخوتهم في كل المناطق السورية، وأخوتنا في كل فروع سوريا يقومون بدورهم على أكمل وجه في التبرع لصالح أخوتنا وأهلنا المنكوبين في كافة المناطق. إن شاء الله راح يكون هناك مبالغ يعني تدعم الأخوة، ومهما قدمنا من مبالغ ليست تعادل دم سقط ولا ضحية سقطت في هذه الكارثة الطبيعية. اسمح لي أن نسمع الأستاذ صفوان أبو سعدة، محافظ ريف دمشق. سيادة المحافظ، دائما الجهود جهود خيرة لدى المجتمع السوري، إرادة حقيقية لدى المجتمع السوري بالتقديم، ولكن دائما بحاجة هذه الجهود إلى من يجمعها، إلى من ينسقها، إلى من يعني يشرف على هذه العملية، كما حدث يوم أمس بريف دمشق مشكورين عندما جمعت هذه التبرعات لصالح أخوتنا في المناطق المنكوبة. تفضل سيادة المحافظ. مساء الخير. أهلا وميت مرحبا، تفضل. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. والسيد الضيف الأستاذ فيصل، حقيقة المصاب جلل وكبير.
ولكن دائما إرادة الحياة وإرادة التضامن والتكافل هي موجودة. مثل ما تفضلت كان لابد من تنسيق الجهود، وكما تعلم بأن محافظة الريف وأبناء محافظة الريف هم أناس خيرون جدا. فكان لابد من تشكيل لجنة لقبول التبرعات النقدية والعينية، وأيضا فتح حساب من أجل ذلك. وقمنا بدعوة بعض الفعاليات حقيقة على مستوى محافظة ريف دمشق، وكان غير مقرر أن يتم قبول التبرعات، ولكن تحولت الجلسة نتيجة حمية ونخوة أبناء ريف دمشق تحولت إلى تبرعات. فتم جمع مبلغ ما يقارب 4.5 مليار في حوالي نصف ساعة. نعم. وهناك يعني عند علم الآخرين أبناء المحافظة حقيقة هناك يعني التبرعات مستمرة بشكل حقيقي وبشكل كريم جدا. بكل الأحوال نحن غدا في قافلة ستسير إلى اللاذقية وحلب، واليوم سيارنا قافلة إلى اللاذقية بالمعونات، وإن شاء الله الأمور يعني الأخير إن شاء الله. وبدي أوضح أنه نحن بالأول يوم أرسلنا عدد كبير من الآليات، بعثنا طاقم من المهندسين برئاسة عضو مكتب تنفيذي من أجل تقديم المشورة والمساعدة بأعمال ازالة الأنقاض وإنقاذ الأرواح. أيضا تم إرسال سيارات الإسعاف وفريق طبي وعيادة متنقلة، وأيضا فريق طبي من نقابة الأطباء، إضافة إلى الآلات الهندسية وآلات الدفاع المدني اللي تجاوزت 25 آلية تم إرسالها باتجاه حلب واللاذقية. نعم. طيب. وكان ملفت النظر أيضا أستاذنا أحد الأخوة المواطنين بمنطقة الحرة بعدرا أنه وضع تحت تصرف محافظة ريف دمشق والسيد الوزير 100 آلية هندسية حديثة يعني هي جديدة. والله الناس البارح اللي شافوه على الطرقات قالوا أنه آليات جديدة لساعتها يعني غير مستعملة. تماما. نعم. أستاذنا الغالي تم إرسالها إلى حلب وإلى اللاذقية، وهي تقوم بأعمالها بإشراف السلطات المعنية بتلك المحافظات. نعم. طيب الصورة العامة سيادة المحافظة، يعني ما كان ناقصها لسه أنه أن تنهار يوم أمس بناية في حرستا، وتخوف من التصدعات الموجودة في كثير من المناطق في ريف دمشق التي شهدت حروب ضارية، معارك ضارية خلال السنوات الماضية. نعم. حقيقة البارحة أنا لاحظت أنك بعد ما غادرت أنك حضرت على الموقع و... نعم. عملت بث مباشر حضرتك. نعم. أستاذ نزار مشكور. نعم. جدا على محبتك دائما. حقيقة هذا البناء أنت شاهدته هو متهالك، كان حتى الأبنية المجاورة هي متهالكة نتيجة الأعمال الإرهابية اللي تمت في تلك المنطقة السابقة. هذا عداك عن الأنفاق الموجودة تحت بعض الأحياء السكنية. نعم. هناك قانون ينظم عمل المجالس المحلية فيما يتعلق بالأنقاض وأيضا حطام الأبنية نتيجة الأعمال الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، هو القانون رقم 3. هذا القانون حقيقة يحمل الكثير من الإجراءات الطويلة ويحتاج إلى يعني إلى إعادة نظر فيه، لأنه يحكم عمل الوحدات الإدارية. ومع هذا نحن بادرنا منذ فترة يعني من 3 شهور تقريبا 6 شهور إلى دراسة جميع الأبنية الآيلة للسقوط، وكلفنا لجنة السلامة العامة بذلك، وأخلينا كل الأبنية اللي فيها ممكن أنه تنهار. هذا المبنى لاحظت أنه هو 4 طبقات معقبه، يعني كان قاطن فيه رجل مسن وشاب. نعم. وللأسف الاثنين توفوا، الله يرحمهم ويصبر أهلهم، الاثنين توفوا. لكن هالحالة حقيقة هي بدون علم رئيس المجلس المحلي. نحن قمنا بالفترة الأخيرة باستئجار قاضي من شركة الطرق والجسور. نعم. من أجل إزالة أبنية كانت آيلة للسقوط وتشكل خطر على الأهالي في حرستا أيضا. فالعمل هو مستمر، العمل هو مستمر. لكن الهزة الأرضية اللي إجت يعني بالفترة الأخيرة من نهار الاثنين ومستمرة، حتى امبارح كان في هزات مثل هزتين امبارح. نعم. ظهر. نعم. وحدة ليلة أثرت على هذه المباني اللي أصلا هي
يعني متهالكة. نعم يعني أنتم في الفترة المقبلة أنتم في إطار الكشف الدقيق على هذه الأبنية. مستمرين. نعم. نحن مستمرين أستاذ نزار، لم نتوقف من 6 أشهر. نعم. نحن هناك لجان مشكلة وتقوم بحصر المباني الأي للسقوط ومنع إشغالها بأي شكل من الأشكال. أيضا هناك لجنة مركزية تحت المحافظة برئاسة المكتب التنفيذي لأيضا الكشف والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة من قبل المجالس المحلية. شكرا لك. مستمرين فيه يعني. نعم. بقية الأبنية الموجودة بحراستها ليست معرضة للانهدام حقيقة يعني، صح المسكون منها هو سليم إنشائيا، لكن نعم. كل بناء غير مسكون هو في منع من قبل المجلس المحلي نتيجة وجود تصدع فيه أو عدم تحقق السلامة الإنشائية فيه. شكرا للأستاذ صفوان أبو سعد محافظ ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. بعيوني. شكرا. أستاذ فيصل، كنا نتحدث عن دور نقابة المحامين، تحدثنا بالشق اللي كان في الشق الداخلي اللي هو موضوع التبرعات. يسأل كثير من الناس المنظمات الشعبية والنقابات في سوريا التي لها ارتباطات، نحن شفنا خلال السنوات الماضية نقابة المحامين كانت حاضرة بالمحافل العربية والمحافل الدولية، لها كلمة، لها صوت، لها علاقات، لها وجود، لها وجود قوي. وبالتالي موضوع المناشدات نحن لا نناشد فقط على المستوى الشعبي، لا نناشد فقط على المستوى الإعلامي، إنما بحاجة نحن لكل كيان سياسي في سوريا أو شعبي أو نقابي أن يطالب. كنت سأضيف أيضا الآن اتحاد المحامين العرب كمان انبرى للتبرع لصالح سوريا، وكانت وقفته التضامنية مع سوريا ومع الشعب السوري كتير مشرفة، وبدأوا يعني توصل يعلنوا عن إيصال تبرعات لصالح سوريا اتحاد المحامين العرب. وطبعا سوريا وجهت رسائل للنقابة المحامين السورية، وجهت رسائل لاتحاد المحامين العرب، وأتت رسائل وبيانات من اتحاد المحامين العرب بالوقوف إلى جانب سوريا والدعوة إلى الوقوف العرب إلى جانب سوريا. فنحن نقوم بدورنا أيضا الإقليمي والدولي مع اتحاد المحامين العرب ومع المؤسسات ذات الصلة في عملنا، وهذا دور واجب علينا، واجب على كل النقابات السورية. والحقيقة أخوتنا بباقي النقابات كمان ما عم بيقصروا بموضوع التبرعات. أتوقع أنه كل السوريين خلية واحدة يعملوا من أجل أن يكون يد واحدة. والحقيقة اللي شفناه شيء مبهر، شيء جميل، شيء رائع. السوريون متوحدون في الكلمة في الداخل من أجل تدارك ما حصل ومن أجل الوقوف إلى جانب أهلهم الذين تعرضوا لهذه الكارثة. لكن أطلب أيضا من هذا المنبر من أخوتنا المغتربين أن نترفع عن الصغائر، وأن نكون يدا واحدة مع سوريا، مع شعب سوريا، مع بلدهم، مع أبنائهم، مع أخوتهم، وأن يوصلوا صوت سوريا إلى الخارج، وأن يطالبوا برفع الحصار، أن يكونوا متواجدين أمام الهيئات الدولية وأمام المنظمات الدولية وأمام الحكومات، وتوضيح صورة السوريين وصورة سوريا وما هو الحاصل في سوريا للعالم، والضغط على العالم من أجل رفع الحصار عن هذا الشعب، هذا الحصار الظالم، هذا الحصار الجائر، هذا الحصار اللا قانوني واللا إنساني، والذي يقطع عنا كل سبل الحياة. وهو أيضا ما يمارس الآن وتمارسه أمريكا على الشعب السوري في مناطقنا، هو أيضا يخضع للبند السابع لأنه يخالف شرع تصبح الأمم المتحدة ويخالف حقوق الإنسان، لأنها تقطع الماء والدواء والطاقة وسبل الحياة عن الشعب السوري، وهي هذه مخالفة للقانون الدولي ومخالفة للاتفاقيات الدولية وشرع تصبح الأمم المتحدة. نطالب أخوتنا السوريين في الخارج أن يكونوا منابر تفضح هذه التصرفات وتطالب برفع الحصار عن أخوتهم. نعم. وأهلهم في سوريا. نعم، هذا فيما يخص نقابة المحامين. أما فيما يخص مجلس الشعب أيضا، مناشدات في مجلس الشعب أيضا، مخاطبة البرلمانات التي تربطنا بها علاقات. طبعا مجلس الشعب يقوم بدوره، والآن أعضاء مجلس الشعب يتواجدون في محافظاتهم من أجل الوقوف مع أهلهم، من أجل المساعدة في تأمين الإغاثات إلى أهلنا المنكوبين. طبعا مكتب المجلس الآن، المجلس مو في حالة انعقاد، يقوم بدوره في هذه المواضيع وفيما يلزم، ونحن
دورة الانعقاد يوم الأحد، وإن شاء الله سيكون كذلك هناك يعني حديث عن هذا الكارثة، وأكيد بالتأكيد سيكون هناك يعني عمل لكل زملائنا في المجلس تحت القبة إن شاء الله بأول اجتماع يوم الأحد. نعم، نحن تابعنا طبعا خلال اليومين الماضيين الصور المشرفة التي كانت من المحافظات السورية أيضا، نعم، بتقديم سلة المساعدات، بتقديم ما يلزم يعني لكل المجتمع، يعني شفنا يعني متحد على هذا الأمر. تابعنا اليوم صور والآن نتابعها عبر الشاشة من السويداء ومن حمص، أيضا هذا المجتمع يعني فيه الخير. الحقيقة المجتمع السوري، المجتمع الأهلي ترفع له القبعة. مبارح نحن بحسب كمان مناطقنا اللي نحن منا، فكان في اجتماع بمدينة جرمانة لكل أهالي جرمانة، هي سوريا المصغرة، فكانوا خوارنة الكنائس والبطاركي كانوا فتحوا الكنائس لاستقبال المهجرين والمنكوبين في المناطق، الجوامع فتحت في جرمانة، المشايخ فتحوا مستوصف الأوقاف وما يتعلق بالأوقاف طائفة الموحدين، كان المجتمع الأهلي بكل فعالياته. نحن وجدنا أنه بعض الأشخاص قد عبأوا مستودعات من المعونات العينية لإرسالها إلى أهلنا المنكوبين، التبرعات المادية دائما للجمعيات، كان في كل الجمعيات الخيرية متواجدة. الشعب السوري حقيقة لفية له فيها ترفع له القبعة، ويجب أن ينحني الشخص أمام هؤلاء الناس. أنا أعطي حالة فقط، رجل موظف من أثناء التبرعات فيحب أن يقدم إلى أهله، فقال أنا هذا المبلغ قد دخرته لمصروف أولادي، نعم، أتبرع به إلى أهلنا المنكوبين. السوريون حقيقة عظماء في تاريخهم، في مواقفهم، في الموقف الذي شهدناه والذي نشهد في كل يوم باللقاء مع أهلينا في المناطق، أهلنا في الغوطة الشرقية المنكوبين من الحرب والمهجرين والذي تعرضوا للويلات من الإرهاب ومن الأعمال الإرهابية، يقفون الآن إلى جانب أهلهم في اللاذقية وفي حلب وفي حماة لجمع ما يمكن أجمع من تبرعات لتقديمه إلى أهلنا، تبرعات فردية وتبرعات جماعية، ومجالس البلدان كلها تقوم بخلية نحل كاملة في المناطق لجمع هذه التبرعات العينية والنقدية لتقديم لأهلنا. حقيقة ترفع القبعة للشعب السوري، وينحني الشخص أي إنسان ينحني أمام هذا الشعب العظيم الذي يقوم بواجبه تجاه أهله، لكن بالمقدرات الضعيفة، لم تترك الحرب ولم يترك الإرهاب شيئا بين أيدي السوريين، دمر كل شيء، دمر البنية التحتية، دمر الاقتصاد السوري، دمر كل ما يمكن، فبما تبقى يقوم الناس بالتبرع من أجل أهله. هذا الشعب العظيم أرفع له القبعة. حياك الله، حياك الله أستاذ فيصل. طبعا اليوم نحن راح نتابع أيضا بتغطيتنا لكل هذه التفاصيل المتعلقة اجتماعيا. غير مقبول على الإطلاق، حتى لو كان في حالات، بعض الحالات الفردية من سوء تنظيم، من سوء ائتمان، لا يمكن، غير مقبول أن نعمم وأن نتحدث بصورة أوسع ونسيء لعمل الآلاف من العاملين اليوم بالشق الإغاثي. لو سمحت، هذا الموضوع يعني أثير على الفيسبوك بعض الحالات الخاصة التي حدثت من بعض سوء الأمان وكذا، هاي في كل المجتمعات موجودة، لكن هاي فعلا مثل ما حكيت ما بصير نعممها ولا بصير نزعج العمل الكبير والجميل والعمل اللي فعلا عم بقوم فيه السوريين. فهذا الموضوع تم تنظيمه أيضا، تم تكليف الوحدات الإدارية بتشكيل لجان خاصة بإيصالات نظامية، وكل التبرعات بدأت تكون عن طريقة المجالس المحلية في كل المناطق، ففي أصبح لجنة مركزية في كل محافظة من تتألف من المعنيين بالمحافظة، ولجان فرعية في مجالس المدن والبلدان والقرى. كل الجمعيات والأعمال الفردية والمتبرعين الفرديين وكل الفعاليات الحزبية والنقابية والإنسانية تنضوي تحت مجالس المدن والبلدان لتقدم التبرعات إلى اللجنة المركزية في المحافظات، ويقدم بالنهاية إلى لجنة الإغاثة المركزية في القطر لتقدم إلى أهلنا مباشرة في اللاذقية وحلب وحما. وهذا الموضوع بحاجة إلى تنظيم، وأنا طلبت عبر الشاشة وزارة العمل شؤون الاجتماعي والعمل أن تقوم أيضا بدورها في تنظيم هذه المسألة، لأن هذه المسألة حقيقة بحاجة تنظيم وبحاجة إلى عمل مؤسساتي لكي لتصل هذه التبرعات العينية والنقدية إلى أهلنا المتضررين في المناطق المنكوبة. هناك كان يمكن في ضعف أو تأخير بالإجراءات، إن شاء الله
غدا ستقلع كل المناطق في إيصال هذه المساعدات، وإن شاء الله يكون في يعني شو ما قدمنا ما تعوض عن أهلنا المنكوبين، عن الضحايا اللي سقطت وعن الإصابات اللي حصلت وعن البيوت التي خسروها، لكن هذا الشيء يسد الرمق، وإن شاء الله الدولة السورية تتعافى وتعيد الناس إلى مساكنها. والآن تم تأمين المأوى للمتضررين، وإن شاء الله سيكون أيضا تأمين الفرشات والألبسة وكل ما يلزم للمتضررين. إن شاء الله نستطيع أن نغطي هذا العجز الحاصل وأن يكون أهلنا بخير وكلنا معهم وقلبنا معهم، وإن شاء الله الله يقدر السوريين على أن يكونوا قدر هذه النكبة الكبيرة، وإن شاء الله أن يفيق المجتمع الدولي وأن يساعد هذا الشعب المنكوب الذي قلت وأقول وأكرر أنه لم يقصر في تاريخه مع أحد من أخوتنا. أشكرك جزيل الشكر المحامي فيصل جمول، عضو مجلس الشعب وعضو النقابة المركزية لنقابة المحامين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا للسادة المشاهدين.